السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ مزيان؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. هانتم كما تشوفوا بعد طول طريق من تترف من مكناس إلى مدينة أزرو، في نواحي ديال مدينة أزرو، وصلنا إلى الوجهة المقصودة، الوجهة المرغوب فيها. هانتوما كما تتشوفوا تيبان الأشجار، هاو الظل ديال الأشجار، المنطقة اللي بغينا نشوفوها، وهاد القريدات الغزالين اللي تيفوجوا على الواحد إذا شفناهم عن قرب ولعبنا معاهم وعطيناهم ياكلوا. إذا هاد المنطقة فين تتواجد؟ هاد المنطقة أو لا شنو سميت هاد المنطقة؟ سميتها غابة أرزغور. شنو هي هاد الغابة؟ هي غابة في جبال الأطلس بالمغرب، تقع على بعد حوالي 26 كيلومتر من مدينة إفران، جاية ما بين أزرو وإفران. اذا في هاد الغابه هذه كاينه موجوده يعني واحد، هي غابه أرزغورو. هاد السميه هذه منين جابوها؟ خداوها مستوحات من اسم الجنرال غيغورو الذي كان يحكم المنطقه انذاك. تتميز هاد المغابه بانتشار قرود، هانتوما كما تشوفوا اللي سميتهم قرود المكاك البربري، المهدده بالانقراض فيها، يعني تتميز ايضا بوجود شجرة غورو هي الاقدم من نوعها في افريقيا، اذ يفوق عمرها 800 عام. دابا نوريكم، يعني غادي تبقاو معايا حتى تشوفوا الشجرة عملاقة تبارك الله تتميز بها هاد المنطقة، سميتها شجرة غورو. لاحظوا معي الصراحة فوجنا مع هاد القرادة، يعني تتحس براسك انك فوجتي، انك حيدتي عليك لو ستريس، انك تشارجيتي بالطاقة، يعني الطاقة الإيجابية، جددتي ديك النشاط يعني الروح المرحة فيك، يعني وتخلصتي من الطاقة السلبية. إذا لاحظوا معي، شفنا مجموعة من القرادة، هذه أم برفقة يعني الإبن ديالها أو الإبن، المهم قرية صغيور. غتشوفوا بلاتي شوية تيرضع، عطيناهم تا هما ياكلوا. اذا الصراحه درنا فيهم الخير في سبيل الله وداروا فينا الخير، اذا هما فوجوا علينا ويعني فوجنا واستمتعنا معهم ولعبنا معهم. في نفس الوقت يجيو الزوار تيتصوروا معهم، تيلعبوا معهم، وتعطيوهم الشيء الجميل انهم تعطيوهم الماكله، يعني بما انها قراده مهدده بالانقراض، يعني الواحد يجي يزور هذه المنطقه مره غادي تمتع بزاف 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 مع هذه القراده، وغادي تصور معهم وغادي تشوفوهم عن قرب، وفي نفس الوقت نعطيوهم الماكله، يعني اشياء التي يبغيوها وتياكلوها. كمثلا انتم تشوفوا هذه القرده هزه القرقاع، جا واحد الجروب واحد اخر عطاوهم يعني الموز اللي تيحماقوا عليه، وكاينين تما يعني الناس تيتمعشوا تيبيعوا الماكولات ديال القراده، كاوكاو مثلا داك اللي بالقشور ديالو، كمثلا الطوماط سوغيس حتى هما تياكلوهم، كمثلا تفاح صغيور، هادشي كامل. واللي جا لهنا يمكن له يعني يركب حتى على الخيل ايضا. اذا بقاو معايا ما تمشيو فين حتى الاخر. هاك هاك صحة، هاي
خد بنانة خد ما يخليهش مرسي لا راه ولدها هذا الحرب على البنان قالك والو هالو ما بقى تنط الحرب يبغى يتمتع جمالية الطبيعة ويستنشق الهواء نقي إذن ها الجديد إذن في هذا فوسط الغابة تلقاو هكا نساء تلقاو طبالي إذن هنايا هانتوما اللي بغا يجلس ويشرب أتاي وياكل يتغدى كذلك طواجن أتاي ملوي بلدي غزال ثمن مناسب ثمن مناسب جدا أتمنى أنكم تجيوا تزوروا هذا المكان الرائع لأنه ساحر جدا ثم نعمس طويجنات في أحضان الطبيعة طويجنات رائعين أكيد ولداد غادي يكونوا ولداد جدا هما ساكن فيهم الجوع بعد هاد الزوار اللي تيجيو تيديرو فيهم الأجر تعطيهم تفاح صغاور تياكلوه البنان هو اللي جابو أيضا الكاوكاو دن هنايا كاين اللي تيبغي يدير هاد لا غوندوني اما على رجليه اولا يعني بالعودان دن لاحظوا نعاود نرجع لكم لهاد الشجره تتسمى سادغ غورو نشوفوا هاد العائله لاحظوا معي الاب تيفلي ظاهره الفليان المعروفه بها القرادة خليكم نرضي عليكم نبو جبا اسمحوا لي على الإزعاج مشات سبيان دوماج إذن السلام عليكم عليكم السلام اعتذر منكم تحابني الشجره الاولى هي اللي سميتها سادغ غورو ولكن في الحقيقه ملي نزلت القدام عاد لقيت سادغ غورو الحقيقيه دابا هنا كاين بالجنبات كاين هذا الاكواخ ولا هذا الدكاكين الصغيره لها فيها مجموعة من المنتوجات المحلية
مكان ساحر، مكان رائع جدا. اذا ها هي شوفوا شنو كاتبين عليها، لو سيدغ دو لاطلس. اذا هانتوما خليكم تعرفوا على شنو هو تاريخ او لا تعريف هاد سيدغ دو لاطلس اللي تزخر به هاد المنطقه الخلابه غزالة. يعني في ايام تجناه يعني تتكون منطقة ساحرة جدا جدا. نعاود نرجع لكم، اللي بغى يقرا على خاطرو يدير كابتور ديكرون ويقرا على خاطرو. ها انتما تلهيه، كاينين مجموعة من المنتوجات، تلقاو درور، تلقاو دوك لي فوسيل، تخيلوبيت، أمونيت، كوليكسيون مينيرو. هنا عندنا عاوتاني قيراط المغرب، قيراط الأط، يعني تعريف بهاد القرادة متواجدين في هاد المنطقة. أنا رجعت لكم لقريداتنا قرود الأطلس، تمتعوا شوية معهم. يلعبوا في طرابيل. سبحان الله، هذا الحشيف مهمته. خلي لي تكرشيخه، تيفان تيفان شو زيان. ها هو قاتلنا شي ماكلة، عاد خصنا نعاودو نشريو. عندهم تفيحة. اري اري التفاح، يلا سيري ات ات ات. لا لا لا، ولا علاش؟ مبغيناش نتا نعطيوها لك، تيغفلو عليهم بزاف. آه. صغار تيغفلو. خليه هو اللي ياكل، هو اللي زوين. يلا هاك. حنا وصلنا بعد قرابة تقريبا ربع ساعة المشي، كما تيقولوا له البلاطو. كنزة وكوكو علامتني الحصان. شو سميت هذا بالعربية؟ تيق المامين. اه كاين لداخل. سحر الطبيعة، ولكن خاصكم تقريبا شي ربع ساعة ديال المشي. المشي أولا الحصان، علامتني الحصان. غزالة غزالة الطبيعة. والهدوء التام تام تام تام. ان باغادي سور تيغ. تنظن ها هي هنا كاينه البحيره الاولى. ها هي راه نشفه دابا البحيره الثانيه لهيه، وحده لهيه، وهذه الثالثه دابا ناشفين. يلا خليتكم على خير، نستمتع حتى انا بجماليات هذه الطبيعه الخلابه الساحره الرائعه، طبيعه مغربنا الحبيب. فليو فليو تيكون هنا. عطينا شويه الى طلع. نشوفوا ديري ديري.
نمشيو نشوفو في ليو. هذه الضيعه الاولى ناخذو في ليو طبيعي. هذا الخضر هو في ليو؟ اه هذاك هو شميتو فيه. واو طبيعي ماشي شي طبيعي. ناخذو الباروك. اللي جا لهنا ما ينساش ياخذ الباروك ديال ريحة غزالة غزالة. هذا دابا كديري فتاه كيجي زوين. اه ريحته عاطية تبارك الله غزالة. رائع رائع هذا المكان رائع 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 لا يقدر بثمن. هذا الغابة فين تيجيو يتمرنوا يتدربوا يترينيو الابطال ديالنا المغاربه. قربنا دابا الغروب. كانت رحلة ممتعة جدا جدا. نتمنى انكم تجربوها حتى نتوما وانا متاكده انكم ما غاديش تندموا. هنا هما القردة بداو تيبانو. شكرا لهم جميعين لها. مشيو مشيو عندهم جالسين. بدا الدنيا صافي تتخوى قرب الغروب. غادي يبقاو قريدات بوحدهم هما جالسين هنا تا يلعبوا. قانون القردة كما قلت لكم قبيلات فليليا فليليك. سالي نختتموا هاد الجولة في المكان الرائع بهاد كاس اتاي البراد اتاي. ها هو سيدي الشلح مشحر يا سلام. ومسيمنات ديال العروبية. يلا خليتكم على خير. كونفيتور عسل العسيلة. اتاي بالعشوب. اتاي بالعشوب غير هو حلو. ايوا الشلح معروفين. هانتوما يلا نتمنى ان هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. تلايكيوها وتابونا فلاشين باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.